تزيين بوكيه كب كيك، كب كيك كريمة زبدة وألوان غذائية. طيب شوف دلوقتي أنا بعمل إيه. أنا جايبة كب كيك جاهز، تمام، أو بنخبزه في البيت طبعا زي ما نحب. أوكي. وبعدين هنبتدي نعمل البوكيه بتاعنا. الفلين ده أنا جبته من مكتبة، بتقدروا تجيبوه من أي مكتبة، الفلين موجود طبعا متوفر وبالحجم اللي أنتوا عايزينه على حسب عدد الكب كيك اللي احنا هنعملها. هاخد الكب كيك دلوقتي وبحطه بال توث بيكس، بخلة السنان. اوكي. بحطه بالشكل ده كده بحيث ان هو يغطي لي الجزء اللي عندي تحت هنا. هنحطه كده، فانت لو تحب يعني انا هغطي كل المكان اللي عندي. صح؟ احنا بس عايزين نقول لهم الفكره. فكره ازاي بتتعمل. صحيح. فهو احنا زي ما انت شايف كده بنحط طبعا حسب حجم زي ما قلنا. الوردات الان بنعمل هنحط بقى، بس انت ممكن تكمل، بس انا حبيت اقول لهم ان احنا اوكي هنحط شويه يا عيني وردات كده هنا.